خليه معليش بس. المبادرة نعتبرها يعني أولى لمبادرات أخرى، كذلك يعني فرصة هي فرصة إيجاد دخل إضافي للحرفي. وماذا بنا تكون معارض أكثر من هكا إن شاء الله بربي في ولاية يرت، تكون في الميادين هذه تاع الصناعة التقليدية ومنطقة في البيئة، وبغيت نكون في العام احنا نقولوا يديروا كما شفنا في بعض الولايات وشاركنا في بعض الولايات، ما تكونش غير في التظاهرات هذه تاع مثلا في السياحه وفي الاخر، تكون صدر مفتوحه ويستفاد منها الحرفي. الحرفي احنا كنا دارقين درك ما ديروا لنا بلاصه تاع التسويق نصوروا فيها، تستفاد منها الدوله ونستفادوا هنا.